السلام عليكم. سخر إعلام عبري من الضربة التي شنتها إسرائيل ضد إيران فجر السبت الماضي، حيث ترددت أصداء الهجوم على إيران في الأوساط الإعلامية الإسرائيلية وسط حالة من السخرية بشأن النتائج المحدودة للقصف، والذي سبقه حملة كبيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية وسط تهديد برد كبير يضمن حالة ردع طويلة. من ضمن ما ورد على سبيل التندر حول الضربة الإسرائيلية ما قاله إعلامي إسرائيلي، قال: لو كنت أنا خامنئي لعدت إلى النوم وتحققت مما حدث في الصباح. من جانبه كشف موقع والا العبري أن إيران أعلمت مسبقا بالضربات الإسرائيلية على العاصمة طهران ومناطق أخرى وسط سخرية واسعة في الإعلام الإسرائيلي من جدوى الضربة المحدودة. وقال الموقع إن الحكومة الإسرائيلية أرسلت رسائل عبر عدة دول إلى إيران يوم الجمعة، أي قبل يوم من توجيه الضربة، طالبت فيها بوقف التصعيد وعدم الرد على ضربها مواقع محدودة في إيران. بدوره أكد مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور في الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران، وأن إسرائيل أطلعت الولايات المتحدة مسبقا على تفاصيل هجماتها ضد إيران، مؤكدا عدم وجود أي مشاركة أمريكية في الهجمات الإسرائيلية على إيران. وقالت المصادر إن الرسالة الإسرائيلية سلمت إلى الإيرانيين عبر عدة دول قبل عدة ساعات من الهجوم، ولقد أوضح الإسرائيليون مسبقا للإيرانيين بشكل عام ما الذي سيهاجمونه وما لن يهاجموه. ولفتت المصادر إلى أن من بين قنوات نقل الرسائل إلى إيران استعدادا للهجوم الإسرائيلي كان وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلد بام، الذي شغل سابقا منصب سفير هولندا لدى إسرائيل. أما من جانبها فقد أوضحت إيران أن الضربة التي نفذتها إسرائيل تسببت بأضرار محدودة ولم تؤثر على قوتها الصاروخية ولا على بنيتها العسكرية، خاصة أنظمة الدفاع الجوي. لكن في المقابل صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت بأن إيران بدت ضعيفة بعد هجوم السبت الذي غير ميزان القوى، وأنه قد ألحق الضرر بقدرات إيران الهجومية والدفاعية. ضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات على ضيوفنا: هل كان الرد الإسرائيلي مهندسا متفقا عليه، أم جاءت الضربات بشكل مفاجئ أربكت الحسابات الإيرانية؟ لماذا جاءت الضربات الإسرائيلية على إيران بصواريخ لا تأثير لها، بينما تقصف لبنان بآلاف أطنان الصواريخ؟ ما الذي ستختاره إيران، التصعيد أم التفاوض مع إسرائيل، خاصة أن التصعيد قد انتهى بينهما بحسب المراقبين من كلا الطرفين؟ هل أن الهجوم الإسرائيلي هو نهاية الردود المتبادلة مع إيران؟ هل أن إسرائيل قدمت إشعارا لطهران حددت فيه الأهداف التي ستستهدف وتلك التي ستستثنى من هذه الضربات؟ وماذا نفهم من إسرائيل التي بعثت برسالة إلى إيران قبل شن ضرباتها تطالبها بعدم الرد وتدعوها أيضا لضبط النفس؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، الذي يحمل عنوان إيران بعد الرد الإسرائيلي المهندس أمريكيا. سيكون معنا ضيوفا عبر سكايب الصحفي المتخصص بشأن الإيراني الأستاذ مصطفى النعيمي، والباحث الإعلامي الأستاذ منذر الأسعد، والباحث السياسي الأحوازي المتخصص بشأن الإيراني حسن راضي. مرحبا بكم ضيوفا أعزاء في قناة الرافدين الفضائية. ضيوفنا الكرام، مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نبحث في حديث العرب لهذا الأسبوع إيران بعد الرد الإسرائيلي المهندس أمريكيا. أجدد الترحيب بضيوفنا عبر سكايب، ونشكرهم لأنهم قد خصصوا جزءا من وقتهم ليكونوا معنا، نقدر ذلك عاليا. ضيوفنا الكرام، أبدأ معكم أستاذ مصطفى.
يعني إسرائيل تقول إن هجومها على إيران ألحق الضرر بقدرات إيران الهجومية والدفاعية، ولكن إيران أيضا في المقابل تقول إن الضرر محدود. هل تشعر بأنه هناك اتفاق حتى في التصريحات أستاذ مصطفى؟ تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي لضيوفك الكرام، وسعيد جدا بالانضمام مجددا إلى برنامج حوار العرب عبر قناة الرافدين الفضائية العراقية. حديث العرب. نعم، حديث العرب. نعم، تفضل. بخصوص الضربة، أعتقد بأن هنالك السيل من المعلومات الموجهة استخباريا من كلا الجانبين الإسرائيلي والإيراني، فكلاهما يتحدث عن، يعني الجانب الإسرائيلي يتحدث عن أن هنالك يعني ضربة قاسية وجهت إلى الجانب الإيراني، بينما الجانب الإيراني يقلل من حجم تلك الخسائر، ولكن بنفس التوقيت لا توجد هنالك أي مساحة إعلامية للتأكد من حجم الضرر الناجم عن تنفيذ تلك الغارات. وبالعودة تقنيا إلى حجم تلك الغارات، لو تحدثنا أن لأول مرة يعني هنالك غارة عبر تشكيل جوي بأكثر من 100 طائرة مقاتلة ما بين القاذف والمقاتل والمسير ومزود بالوقود، فبالتالي نحن نتحدث عن مسرح عمليات واسع النطاق. الضربة الأولى كانت في لبنان، الثانية كانت في سوريا، الثالثة كانت في العراق، الرابعة كانت في إيران ووصولا إلى العاصمة الإيرانية طهران. أعتقد بأن إيران هي قامت، عفوا، إسرائيل ردت على البرنامج الصاروخي، وهنا أتحدث عن يعني قواعد الاشتباك السابقة. فعمليا عندما أقدمت إيران على استهداف إسرائيل عبر صواريخ فرط صوتية، والتي وصلت قرابة يعني 12 دقيقة إلى يعني إلى ما يطلقون عليه تل أبيب. طبعا وصلت بدقة وأهداف محددة، لكن دون وجود رؤوس متفجرة. فبالتالي الرد الإسرائيلي حتما سيكون وفق قواعد الاشتباك، وذلك من خلال استراتيجية استئصال البرامج. تحدثنا سابقا عن الكثير من الاستهدافات التي حصلت، ومنها مقتل إبراهيم رئيسي حتى هذه اللحظة. نعم. لا معلومات حول ما هي تلك العملية وطبيعتها. بالضبط. بالرغم من عمليات التعتيم وعمليات كبيرة تجري حتى داخل أروقة النظام، لا معلومات دقيقة حول ذلك. فبالتالي نستنتج من ذلك أن إيران تحاول تخفيف الأعباء التي يعني ملقاة على عاتقها من حيث قدرتها على الرد. فعمليا عندما تدرك تقول إسرائيل علنا بأننا قمنا بإنهاء هذه البرامج، ولا يوجد هنالك ردا من قبل إيران حول ما هي تلك البرامج. وهنا أتحدث عن برنامج التشغيلي لأعداد الوقود الصلب المشغل للبرامج للصواريخ الفرط صوتية، كذلك أيضا محركات تلك الصواريخ، إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي، أضف إلى كل ذلك برنامج المسيرات. هنالك الكثير من المعلومات تشير إلى أنه قد استهدف يعني مصنعا لتجهيز أو لتصنيع المحركات الطائرات المسيرة. نعم. فبالتالي هنالك أضرار وخيمة قد وقعت بحق النظام الإيراني. وعمليا نتحدث عن مسرح عمليات بطول 1700 كيلومتر. صحيح. هذا ذاته. نعم. يعتبر إنجازا. بغض طيب. النظر، هنا أتحدث تحليليا، لا أتحدث عن أني أتبنى تلك الوجهة النظر أو تلك، لكن نعم. عمليا ما حصل، هنالك ضربة قاسية قد حصلت وهنالك أضرار حقيقية، لكن حتى هذه اللحظة طيب. الجانب الإيراني لا يفصح، خشية أن يكون أو يحرج من عدم قدرته على الرد المباشر. أستاذ منذر، أجدد الترحيب بكم. يعني كما ذكرت في المقدمة، الإعلام العبري سخر صراحة من الضربة التي شنتها إسرائيل على إيران، ولكن سبق هذه الضربة حملة كبيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية تهدد وتتوعد إيران برد كبير، وحسب قولها قال بأن هذا الرد يضمن حالة ردع طويلة الأمد. هل هناك اتفاق على أيضا حجم الضربة أستاذ منذر، تعتقد ذلك؟ هو ليس اتفاقا بالمعنى الحرفي للكلمة، لكن هو السقف الأمريكي أو ضابط الإيقاع الأمريكي هو الذي هبط بالسقف. حقيقة نتنياهو خبيث، وكان يعني مستعد فعلا لتدمير المشروع النووي الإيراني، وهذا حلمه. لكن الضغط الأمريكي الهائل وتخوف نتنياهو من أن يعبث بالانتخابات الأمريكية وتأتي هاريس خلافا لما يتمناه، يجد نفسه في مأزق سنوات طويلة يعني في سوء تفاهم مع البيت الأبيض، وهذا ليس لصالحه. فاختار هو القبول بالضغوط الأمريكية، لكنه أيضا من مكره في رأيي المتواضع اختار هذه الطريقة لتنفيذ الهجمات. هي الهجمات ليست قوية بالمعنى يعني الذي كان يشاع سابقا، لكنها
لكنه هو لماذا اختار الطيران ولم يختار الصواريخ البالستية؟ عنده صواريخ بالستية شديدة الدقة، هو يتعمد أن يضع نواة لتدخلات لاحقة. هذه العملية أنهت تقريبا منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، ضربت أهدافا عسكرية، وصرح هناك تسريبات استخبارية بأنه أراد أن يترك لها قدرة على النفي، ولذلك ضرب في مواقع لا يعني لا يصل إليها الإعلام. بالضبط. وهذا أتاح لكل منهما الاحتفاظ بماء وجهه أمام جمهوره المحلي. طيب أستاذ حسن، أجدد الترحيب بكم من الأحواز العزيزة. الحكومة الإسرائيلية أرسلت رسائل عبر عدة دول، كان من بين الذين يعني حمل هذه الرسالة هو السفير الهولندي لدى إسرائيل يوم الجمعة، أي قبل يوم من تنفيذ أو توجيه الضربة. هذه الرسائل طالبت فيها بوقف التصعيد وعدم الرد من قبل إيران. هل نفهم من ذلك أن إيران في هذه النقطة تحديدا تخلت عن محور المقاومة، وبالتالي تركت جنوب لبنان وغزة يواجهون المصير؟ أستاذ حسن، تحياتي لك أخي الفاضل وإلى الضيفين العزيزين والمشاهدينك الكرام. أعتقد يعني إيران ليس بهذه السهولة أن تتخلى عن ميليشياتها، لكن لا تستطيع أن تدافع عنهم. ولا ننسى أن حزب الله على سبيل المثال هو الخط الإمامي للقوة الإيرانية، للتدخل الإيراني والدفاع حتى على الأمن القومي الإيراني، لأنه إيران أو النظام الإيراني يعتبر أنه أمنها الداخلي وصل إلى البحر الأبيض المتوسط، والحفاظ على أمنها هو يبدأ من لبنان وسوريا، واعتبرت حتى سوريا يعني أيضا المحافظة 35، وقالت إذا سقطت الأحواز على سبيل المثال نستطيع عادتها، ولكن إذا سقطت سوريا سوف حتى طهران تتهدد. لذلك النظام الإيراني بنى أمنه الداخلي خارج الحدود في سوريا وفي لبنان، وبالتأكيد قدرة حزب الله وأيضا قدرته العسكرية والقتالية هي تشابه قدرات حرس الثور الإيراني. لذلك يعني يعتبر حزب الله هو الذراع الضارب، الذراع الأساسي للنظام الإيراني ومشروعها التوسعي، مشروع إيران التوسعي في المنطقة. إذن ليس من السهل أن تتخلى عن حزب الله يعني بمساومات هنا وهناك، لكن أنا أعتقد عدم قدرة إيران على مواجهة إسرائيل ومن خلف إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية هي التي جعلت إيران أن ترضخ للأمر الواقع. وأيضا هناك خطة أي أنا أراها مرسومة حتى الهدفات الإسرائيلية التي جاءت إلى المنظومة الصواريخ وإلى يعني الدفاعات هي ضمن خطة مرسومة، وأيضا تأتي في إطار الآن لو قارناها حضرتك في المقدمة قارنتها ما يحصل في لبنان وما حصل في ضرب إيران، يعني في ما بين إسرائيل وحزب الله هي حرب شاملة. الحرب الشاملة ما نراها اليوم بضرب مباشر كبير واسع موجع بكل السلاح، لكن في إيران وإسرائيل لم تدخل بعد الحرب الشاملة، بل هي في إطار الرد وأيضا الرد على الرد. لذلك أنا أرى أنه إيران فعلا بدأت تخسر يعني أوراق كبيرة وساحات كبيرة من موقعها الاستراتيجي التي بناها النظام الإيراني منذ سنوات طويلة. وهذه كما قلت أنه الخطة الإسرائيلية الأمريكية، لكن إسرائيل مستعجلة من أمرها وتريد أن تصل إلى خطتها ومشروعها بشكل سريع زمنيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية كما نعرفها هي التي تدير الأزمات وهي التي تدير الخطة وتضغط على إسرائيل وعلى هذه الجهات أن تخطو خطواتها يعني ليس باستعجال حتى يعني تصل لأهدافها. لذلك أرى أنه يعني إيران خسرت أو كادت أن يعني تخسر حزب الله بالكامل الآن، وما زال الأمر مستمر، وأيضا حيدت سوريا عن هذا الصراع. نرى أنه وأيضا
فيما يحصل في اليمن وفي العراق من ميليشيات والتحرك هو على إيقاع محدود، وبمعنى أنه إيران تحت ضغوط كبيرة ضمن هذه الهجمة ولا تستطيع أن يعني تتجاوز تلك الخطوط المرسومة لها أمريكية. أستاذ حسن، طرحت مسألة وهو ما يخص الولايات المتحدة، أستعير منك إن سمحت لي طبعا يعني هذه العبارة وأنتقل بها إلى الأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، سأقول لك ما يقوله المراقبون، يقولون إن الضربة تم الاتفاق عليها بإشراف الولايات المتحدة وهندسة أمريكية، ولكن هنا ما مصلحة الولايات المتحدة الدخول على خط الضربة الإسرائيلية، والضربة الإسرائيلية كما يصفها عسكريون بأنها كانت هزيلة ضعيفة لم تؤثر على إيران، لماذا أدخلت نفسها على خط الأزمة؟ تقصد هنا أن لماذا الولايات المتحدة ساهمت في عملية الضربة الأخيرة التي يعني كانت ردا إسرائيليا؟ أنا أعتقد منذ اللحظات الأولى وحتى ما قبل انطلاق القاذفات والمقاتلات الإسرائيلية من داخل أراضي ما يطلقون عليها إسرائيل وصولا إلى طهران، كان هنالك يعني 4 طائرات للتزود بالوقود أمريكية من طراز KC-135R كانت تحلق في الأجواء العراقية قبل تنفيذ تلك الضربة، وبالتالي هناك تعاون حقيقي. كذلك أيضا هناك طائرات الاستطلاع الأمريكية من طراز RQ-4 Global Hawk كانت ترصد السماء، تجرى عمليات سطع جوي، وأيضا الكوريدور الذي تم فتحه من منطقة العمليات من داخل العراق والأجواء العراقية وصولا إلى عمق طهران، أعتقد بحد ذاته هو مبني على استراتيجية واضحة المعالم بأننا نريد فتح طريق ممر جوي نستطيع من خلاله تحييد الكثير من البرامج، ربما كانت البوابة أو رسالة الردع الأولى هي البرنامج الفرط الصوتي، لكن في حال يعني بقاء إيران على التلويح بالتهديدات أعتقد بأنها ستعرض باقي مشاريعها للتدمير. لكن إذا ما عدنا لطبيعة تلك التصريحات والتهديدات، وخاصة الإسرائيلية عندما تقول بأنها ستستهدف البرنامج النووي وستستهدف أيضا المنشآت النفطية وستستهدف بعض النقاط المختصة بالدفاعات الجوية وسنستهدف بعض المنشآت الرديفة للمشروع النووي، كل ذلك لا يمكن أن يحقق في ظل وجود قدرة إيرانية لا يمكن إنكارها، وكذلك أيضا في ظل وجود يعني ضعف كبير، هنا أتحدث عن البرنامج النووي على سبيل المثال، فإسرائيل تحتاج قذائف صاروخية من طراز GBU-57 القادر على تدمير يعني اسمنت مسلح مخصص للمفاعلات النووية بعمق يزيد عن 60 متر، بينما بعض المفاعلات النووية هي بعمق 80 متر، فبالتالي هي بحاجة إلى القاذفة الاستراتيجية القادرة على حمل تلك القذيفة، وهنا أتحدث عن B1 وB2 وكذلك أيضا B21، الصفقة المعلقة حتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة عليها من واشنطن، لكن بنفس التوقيت أيضا إذا ما عدنا لقبل الضربة هنالك موافقة أمريكية لبيع تل أبيب 50 طائرة مقاتلة قاذفة من طراز F-15EX، فبالتالي المسرح العملياتي لو حددنا هنا أتحدث عسكريا وليس سياسيا، مسرح العمليات كان معد وعلى أعلى المستويات أمريكيا إسرائيليا، والمهندس الأمريكي لطبيعة تلك الضربات والتصريحات واستثمار التصريحات لكلا الجانبين أمريكيا إسرائيليا إيرانيا أعتقد كان أعلى المستويات، وما زالت إيران تعاني من هزة حقيقية داخل مؤسساتها العسكرية والأمنية وكذلك أيضا الاستخبارية. أستاذ منذر، أريد أن أخذ رأيك في موضوع مهم ربما يكون يعني استراتيجي ولكنه اجتماعي، يعني عندما تحصل يعني أي عركة مثلا في الشارع لا يقول المتخاصمان بأنه انتبه سأوجه إليك ضربة على جهتك اليمنى. الإسرائيليون أوضحوا للإيرانيين مسبقا بشكل عام ما الذي سيستهدف وما الذي سيستثنى، كيف يمكن تحليل ذلك أو ماذا ترد على ذلك أستاذ منذر؟ السر سيدي يعني السر عند ضابط الإيقاع، هو الولايات المتحدة أولا إدارة بايدن نتفق جميعا على أنها ضعيفة جدا، ولو كانت قوية فأي إدارة أمريكية في عند قرب موسم الانتخابات تصبح هشة جدا، فما بالك بإدارة ضعيفة والرئيس لن يترشح لولاية ثانية ستترشح نائبة يعني نائبة الرئيس. فالمسألة يعني الذي ضبط كل هذا الموضوع هو أمريكا. إسرائيل ليس من عادتها يعني أن تخبر أحدا يعني بالذات الجهة التي ستقصفها أبدا،
لكن هذا فقط لإرضاء العم سام، نعم وهو المتحكم، لأنه عسكريا هي لا تستطيع أن، يعني حلم نتنياهو طموحه هو تدمير المشروع النووي الإيراني، وهذا لا يستطيعه أبدا من نواحي لوجستية وعسكرية إلا بمشاركة أمريكية. يعني ايش معنى استاذ منذر، ايش معنى يعني عندما اغتالت هنية لم تخبر الايرانيين؟ يعني لم تخبرهم. ايه لا، عملية اغتيال يعني معناها انه هربوا الرجال. لا، نعم. نتكلم الان، هي يعني هذا الاتفاق الضمني اللي عن طريق التنسيق هو المنسق الامريكي، يعني فقط لانه، لكن انا قلت انه جزء مهم جدا اختيار الطريقة، فقط لأنه هذا إنذار بأن هناك مراحل قادمة، هذا نوع من الاختبار بالنيران، نعم هذا نوع من التمهيد النفسي أنه لم تستطع إيران إسقاط أي طائرة حتى مسيرة، يعني 100 طائرة، نحن نعم نتكلم عن يعني قطيع ضخم من بالضبط، الطيران. نعم صحيح. طيب أستاذ حسن، نعم أستاذ حسن، كشفت يعني نقاط ضعف إيران تماما. نعم أستاذ حسن، فيما يخص إيران، يعني لو أخذنا تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت، قال إيران بدت ضعيفة بعد هجوم السبت، وقال أيضا أن الضربة قد غيرت ميزان القوى وأنه قد ألحق الضرر بقدرات إيران الهجومية والدفاعية. لو يتم التعكز على هذا التصريح، تصريح يوف جالانت، تعتقد أن إيران في طور التجهيز لعملية الرد بالقريب العاجل وتكون ضربة قوية مثلا؟ أعتقد طبعا كانت إسرائيل بالتأكيد هذه الخطة التي تكلمت عنها، يعني تذهب باتجاه إيران وتدمير أهدافها خطوة خطوة، يعني لا يمكن مثلا تدمير المنشآت النووية إلا بعد أن يعني تدمر قدرات إيران الصاروخية حتى لا يكون هناك رد على إسرائيل، وأيضا تدمير قدرات إيران الدفاعية حتى الطائرات الإسرائيلية تستطيع أن تعمل براحتها دون خطر من الدفاعات، منظومة الدفاعات الدفاعات الإيرانية. لذلك يعني إسرائيل بدأت بهذه الخطة، لكن هل حققت حتى كل أهدافها بهذه الخطة؟ هي ضربت أهم مواقع إيران في هذا الجانب، يعني الصواريخ ومراكز صناعه الصواريخ، وايضا يعني الدفاعات الجويه الايرانيه. لذلك نعم ضعفت ايران في هذه الحاله، لكن عندما يتحدث الجانب الاسرائيلي بانها تم استهداف 20 هدفا، هل ايران تمتلك يعني فقط هذه ال 20 الهدف الدفاعات الجويه والصاروخيه؟ انا اعتقد لا، ايران تمتلك منظومه صواريخ ومراكز ومواقع اكثر من 20 وممتده على جغرافيه ايران كلها. لذلك ايران في اسرائيل في هذه المرحله ضربت اهم، يعني تركزت ما عدا منطقه معشور في الاحواز، نعم ومنطقه عيلام وكرمانشاه على الحدود العراق، يعني تركزت الضربات في العاصمه طهران الجنوب والجنوب الشرقي لطهران، وهناك المراكز الاساسيه يعني او المنشات الاساسيه لصناعه الصواريخ وايضا المنشات النوويه، حتى اذا تحدثنا عن اصفهان هي قريبه على طهران، لذلك ركزت على تلك الاهداف في المركز الايراني في الثقل الاساسي لايران في طهران حتى تدمر هذا هو الثقل العسكري والهجومي والدفاعي لطهران. بالتاكيد انا اعتقد ايران اصبحت اضعف، وهناك يعني اخبار وتقارير تتحدث عن انه اسرائيل دمرت 3 منظومات اس 300 الروسيه، وهذه يعني اقوى منظومه صواريخ دفاعيه ايرانيه تمتلكها. بذلك اذا كانت هذه المعلومه صحيحه بانه اسرائيل دمرت اهم يعني منظومه دفاع تمتلكها ايران اس 300، وهي ايضا يعني بمعنى جردت ايران من اهم قدراتها الدفاعيه، بالتاكيد ايران اصبحت ضعيفه. وهل سترد ايران على هذا الرد؟ طبعا كما قال الضيف انه هذه المواقع، انه اولا الطائرات الاسرائيليه ضربت تلك المواقع من الاجواء العراقيه، نعم وبعيده عن الاجواء الايرانيه الى حد ما، حيث لا تستطيع تصوير الاهداف،
وايضا الجانب الثاني هو الاعلام لا يستطيع الوصول الى المعسكرات والمقرات كلها امنيه وعسكريه، وايران لا تريد يعني كشف الحقيقه وفحص الامر، ولذلك حتى لا تحمل نفسها عبء الرد وتقلل من اهميه الضربه الاسرائيليه وتعطي صوره بانها الضربه فشلت واسرائيل لم تصل الى اهدافها. طيب. وهذا ياتي نعم. في ضمن الحرب النفسيه والاعلاميه حتى لا ترد ايران، او حتى اذا ردت يكون ردها محدود. لانها تخشى من الرد الواسع، بمعنى هي اذا ردت بشكل واسع واعترفت بخسارها عليها ان يعني تتحمل الرد الواسع من الجانب الاخر. طيب. الاسرائيلي والامريكي. استاذ مصطفى، رد محدود ربما ستقوم به ايران على الضربه الاسرائيليه. أستاذ مصطفى، رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق قال إن الهجوم على إيران يقوم على منطق إغلاق تبادل الردود. مسؤول أمريكي رفيع قال أيضا إن الهجوم الإسرائيلي هو نهاية للردود المتبادلة مع إيران. هذا يدل أن الحرب المزعومة بين الطرفين قد انتهت بين إيران وإسرائيل. ما رأيك في ذلك؟ أنا أعتقد بأن سلسلة الردود الإسرائيلية الإيرانية لن تنقطع يعني بمجرد توجيه ضربات محدودة باتجاه برامج وترك برامج أخرى، وهنا أتحدث البرنامج النووي على سبيل المثال. حتى هذه اللحظة لا مؤشرات حول استهدافه، لا مشروع، لا موافقة، وأيضا هناك ربما قد تكون تداعيات دولية لحرب إقليمية أو حرب دولية، والصين حاضرة وروسيا حاضرة وتايوان حاضرة وأوكرانيا حاضرة، فبالتالي هنالك أولوية أزمات بالنسبة لواشنطن، وهذا هو السبب الرئيسي لعدم تمكين تل أبيب من توجيه تلك الضربة. فبالتالي وفق ترتيب الأولويات أنا أعتقد بأن إسرائيل لن تقدم على استهداف يعني هذه الأهداف ما لم يكن هنالك تنسيقا أمريكيا، هذا متفق عليه. لكن طبيعة الردود لو تحدثنا عن تلك الضربة هي ردا على البرنامج الصاروخي البالستي، لكن البارحة كان هنالك تصريحات عبر الأروقة الخلفية مفادها بأننا حتى هذه اللحظة لم نقوم بالرد على استهداف منزل بنيامين نتنياهو، فبالتالي أرجح أن يكون هنالك سلسلة ردود إسرائيلية، وهذه السلسلة الردود الإسرائيلية تكون سلسلة ردود ردع وليست ردود كما كان في السابق. بمعنى آخر أن المنطقة أو الجغرافيا الإيرانية اليوم أصبحت مستباحة، لا سيما مع تحييد منظومة الدفاع الجوي S-300 التي تعتبر هي فخر الصناعة الروسية، إضافة لكل ذلك أين منظومات باور 373؟ أين منظومات خرداد 15؟ لا توجد هنالك أي معلومات عن تلك المنظومات. حتى حديث الإعلام الرسمي الإيراني لم يتحدث حول منظومات الدفاع الجوي، لماذا لم تتصدى لتلك الضربات؟ فعمليا هنالك أزمة داخلية حقيقية داخل إيران، أعتقد بأنها ستنعكس سلبا حتى على الحاضنة الاجتماعية، وربما قد تؤثر في عملية امتداد تظاهرات مهسا أميني. بمعنى آخر أن النظام الإيراني غير قادر حتى على حماية حاضنته الاجتماعية، وربما قد نشهد مظاهرات مماثلة بما حصل في السابق في محيط أصفهان، والتي كانت تنادي لا سوريا ولا لبنان، روحي فدا طهران. بمعنى آخر انكفاء المشروع الإيراني. وقبل قليل تحدث الضيف من لندن حيث أشار إلى قضية أن إيران هي تدافع عن أمنها القومي في محيطها الإقليمي، وذلك من خلال الوصول إلى مياه البحر الأبيض المتوسط. فعمليا يعتبر مشروع حزب الله بالنسبة للمحور الإيراني هو وتد المشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبالتالي خسارة هذا الوتد أعتقد بأنه ستنهار بعده مجموعة من الأذرع الولائية متعددة الجنسيات، وعلى رأسها الفصائل الموالية التي تعمل في سوريا وفي لبنان، وأيضا هنالك بعض المكونات الأخرى في العراق، نتحدث عن هيئة الحشد الشعبي. نعم. ما يطلق عليه فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، هنالك كثير من المسميات، إضافة أن الضربات التي وجهت إلى ميليشيا أنصار الله الحوثية والتي لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة، نتحدث عن الضربات التي استهدفت عبر قاذفات استراتيجية B-1 حتى ما قبل الضربة الإسرائيلية، أيضا تم تحييد برنامج صاروخي فرد صوتي تم استهدافها من قبل قاذفات استراتيجية، وبالتالي هنالك مشروع أمريكي بريطاني إسرائيلي لمواجهة المحور الإيراني برمته، وإن تطلب ذلك الوصول إلى رأس الأخطبوط. أستاذ منذر، هل هناك مساومة حصلت بين الطرفين؟ يعني على سبيل المثال دعنا نفترض يعني تحجم إيران عن دعم حزب الله وحماس والميليشيات الموالية لها في المنطقة مقابل توجيه إسرائيل ضربة صورية بلا ملامح.
هو الآن الأصل هو الضغط الأساسي جاء من الانتخابات الأمريكية. نتنياهو طبعا يراهن على فوز ترامب لأنه يعني يوافق مسبقا والله أعلم على ضرب المفاعل النووي لإيران، المفاعلات النووية الإيرانية. لكن ما يجري الآن في لبنان ضرب عنيف جدا، ويعني مسرح عمليات مفتوح وبطريقة واضحة، يعني هناك تدرج صحيح لكن واضح أن هناك إرادة قوية جدا مدعومة طبعا غربيا بين أمريكيا وأوروبيا لإزاحة عناصر حزب الله إلى شمال الليطاني، وهذه خطة ماكرة. يعني هو لا يريد القضاء على حزب الله عسكريا خلافا لما يعني يبدو على السطح، ولذلك يركز في لبنان على الأسر بينما في غزة يركز على قتل المقاتلين. حتى الإنذارات في لبنان في غزة كانت ثم انتهت من يومين، دمر مبنى من 5 طوابق فيه 125 أو 120 مدني، نساء وأطفال وهم نائمون بدون إنذار. فهو حريص في لبنان أن يبقي حزب الله شمال الليطاني ليبقى صانع قلاقل داخلية، وفي نفس الوقت الجنوب الليطاني يطبق القرار 1701 بالطريقة التي يريدها بالتعاون مع القوات، مع قوات يونيفيل ومع المجتمع الغربي ومع تغييرات أساسية، وإدخال الجيش اللبناني ما بين 5,000 و10,000 جندي، يعني يكون انتهى من موضوع لبنان. وهذه الضربة قاسمة للمد الإيراني لأن حزب الله هو درة تاج الأذرع الإيرانية في المنطقة. طيب نعم أستاذ حسن، نعم أستاذ، آسف للمقاطعة، تفضل تفضل. نعم الآخرين غزة يعني للأسف متروكة لمصيرها، ولكن غزة صمودها عجيب وصمودها أمام قدرة الاستخبارات الصهيونية أيضا عجيب جدا، على عكس ما حصل في لبنان. نعم طيب أستاذ حسن، التصعيد بين إيران وإسرائيل كما يقول، يعني هناك من يقول أن بينهما التصعيد قد انتهى، وأيضا أن طهران لا نية لديها بإعادة كرة الهجوم على إسرائيل كما حدث في فجر يوم السبت الماضي، هناك أيضا من يتحدث أن إيران ربما قد تذهب إلى التفاوض عبر وسطاء لا إلى التصعيد، ما مدى دقة هذه الطروحات كلها؟ لا أتفق مع هذه الأطروحة. أعتقد أنه إذا نظرنا إلى أهداف إيران في المنطقة وأهداف إسرائيل أيضا من في المنطقة، وأيضا والصراع القائم بين طهران وبين إسرائيل من جهة أخرى، أولا نؤكد على نقطة أنه الصراع الموجود بين الطرفين هو ليس للدفاع عن فلسطين وليس الدفاع عن العرب، بل هي صراع مصالح في المنطقة بين الطرفين. أما أهداف إيران بعد كل هذا الصراع هو حفظ معادلة الردع، أي تريد ترسم خارطة ردع بينها وبين إسرائيل حتى إسرائيل لا تتجرأ على ضرب إيران مرة أخرى أو لا تدمر مشروعها النووي. أما إسرائيل ماذا تريد؟ هل هي تريد تخلق يعني معادلة الردع؟ لا، أنا أعتقد إسرائيل هي بغنى عن معادلة الردع، وهي أقوى من طهران وتستطيع توجيه ضربات كبيرة جدا للنظر لقدراتها العسكرية والتكنولوجية والأمنية الاستخباراتية، وأيضا الجانب الأمريكي والغربي، يعني توازن القوى مختل بين الطرفين. تحاول إيران أن تصل إلى نوع من هذا يعني تعادل الردع أو توازن القوة، لكن ما هي أهداف إسرائيل من كل هذا الأمر؟ أنا أعتقد وركزت على 3 محاور: تدمير الميليشيات أو قدراتها العسكرية على أقل التقدير، وهي بدأت يعني شاهدنا ليس فقط في تصفية قيادات حزب الله بل يعني تدمير مخازن السلاح وقدرات حزب الله العسكرية في المنطقة في جنوب لبنان. هذا الهدف الأول لإسرائيل. الهدف الثاني هو أيضا الخطر يعني من الصواريخ البالستية التي أيضا وجهت إيران ضربات صاروخية لإسرائيل. أيضا هذا الخطر الثاني أيضا بدأت إسرائيل في هذه الضربة الأخيرة، وأيضا ستلحقها ضربات أخرى حتى
حتى تدمر برنامج إيران الصاروخي. وأيضا الهدف الثالث والأكبر بالنسبة لإسرائيل هو البرنامج النووي الإيراني. لماذا وصلنا إلى حالة الاصطدام بهذا الشكل وإسرائيل تبنت عملية القضاء على هذه الأهداف؟ نعم. بعدما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في عهدات بايدن يعني وصلت إلى نتيجة أو فشل بأنه سياسة احتواء إيران والتفاوض حول هذه الملفات وصلت إلى الفشل أو أصبحنا في الوقت المتأخر جدا للوصول إلى اتفاق. لذلك النتيجة كانت أنه لابد من تدمير هذه الأمور هذه الأهداف. وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية متفقة مع هذه الأهداف لكن تريدها على إيقاعها التي هي ترسم. ونعرف جيدا أنه الولايات المتحدة أو أي حرب يحصل في المنطقة لابد أن يكون هناك حضور قوي للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تدير هذه الأزمات. وخاصة يعني ضغطت على إسرائيل في هذه الضربة لتكون محدودة ولا تشمل النووي والنفط لأنه إدارة بايدن تريد أن تعبر مرحلة انتخابات وبعد ذلك أعتقد ستطلق يد إسرائيل لتوجيه ضربات أوسع وأقوى تجاه طهران. أستاذ مصطفى، قبل أيام يعني قرأت ربما تحليل أو مقال لأحد الصحفيين يقول كل المؤشرات تتحدث عن تخلي إيران عن محور المقاومة ويعطي تاريخا محددا يقول أن إيران تخلت عن هذا المحور منذ اغتيال هنية وحسن نصر الله. يعني ماذا بقي لإيران فيما يتعلق بمحور المقاومة؟ ربما الإرادة الإسرائيلية الإيرانية بخصوص موضوع الفصائل الموالية لها وأهمية دعمها تنطلق من مبدأ أنها تحقق لها أهداف استراتيجية، وهذه الأهداف الاستراتيجية من أبرزها نتحدث اليوم عن الاتفاق النووي على سبيل المثال. فوجود هذه المصدات العسكرية ومشاغلة المنظومة الدولية يحيد أي ضربة محتملة للمفاعلات النووية من خلال استخدام هذه الكروت الرابحة إيرانيا. فبالتالي هي لن تتخلى بهذه السهولة، لكن هي لن تدافع عنها بشكل مباشر. أعلنتها عدة مرات بأننا نحن لم نقم بتوجيه ضربات عبر مسيرات من داخل العراق أو من داخل سوريا أو حتى من داخل لبنان. وتنصلوا في إحدى الصواريخ التي أطلقت، وهنا أتحدث عن يعني بعض المفاصل في يعني الصدام الإسرائيلي الإيراني. نتحدث عن صاروخ مجدل شمس وما تبعه أيضا من تدمير برنامج صاروخي باليستي قصير المدى كان قد زود به حزب الله. وطبيعة الردود الإسرائيلية لم تعد كما كانت في السابق هي ضربات استباقية أو ضربات وقائية، واليوم نتحدث عن استئصال البرامج. وأعتقد بأن المشروع الإسرائيلي وخاصة بعد تزويده بقاذفات مقاتلة من طراز F-15EX القادرة على تغيير، يعني طبعا أجروا كثير من التعديل على تلك المقاتلة بالتحديد والتي تستطيع اليوم حمل قذائف صاروخية من طراز GBU-43. فبالتالي مع وجود هذه القذيفة وتدمير يعني بعمق أكثر من 30 متر أعتقد من الممكن أن يكون هنالك خطة متكاملة إسرائيليا للتعامل مع تلك الأهداف. وفي ظل وجود أكثر من 100 قاذفة إسرائيلية تستطيع الوصول إلى الأهداف بدقة متناهية، أيضا هنالك بعض المعلومات تشير إلى أن تل أبيب ربما قد حصلت أو ربما هي في طريقها على الحصول على طائرات تزود بالوقود عبر الجو من طراز KC-135. وفي حال حصولها أعتقد بأنها ستسرع في طبيعة الضربة. أما بخصوص موضوع من يحكم البيت الأبيض وكيف يتفاعل مع الأزمات الدولية والأمن الدولي، فأنا أعتقد بأن الاستراتيجية الأمريكية واضحة المعالم في التعامل مع تلك الأزمات وفق ترتيب الأولويات. فبالتالي أيا كان من يحكم البيت الأبيض في حال وجود تهديد للأمن الدولي أعتقد بأنه سيتعامل مع تلك الأزمة. وسبق لنا وأن تابعنا الكثير من الأزمات سواء كانت في العراق أو في سوريا والضغط الكبير الذي كانت تمثله الفصائل الموالية لإيران وطبيعة التصريحات الأمريكية سواء كانت من خلال الترويج للانتخابات أو غيره بأننا سنسحب قوات الولايات المتحدة من سوريا أو من العراق، وما زال حتى هذه اللحظة نسمع تلك التصريحات، إلا أن الميدان يؤكد على أنه هنالك يعني بقاء لتلك القوات. فبالتالي ليس كل ما يعلن عبر يعني المعلومات الموجهة استخباريا أعتقد بأنه من الممكن البناء عليه في تحديد استراتيجيات تلك الدول. أنا أعتقد بأن الاستراتيجية الأمريكية واضحة المعالم بأنها ستقتلع البرنامج النووي الإيراني، لكن ليس من خلال الولايات المتحدة وإنما من خلال إسرائيل، نظرا لأن الولايات المتحدة تحاول ضبط التصعيد من خلال استخدام آلية سناب باك وهي آلية للتعامل مع حزم من العقوبات تفرضها الولايات المتحدة متى شاءت على إيران. وإيران أثبتت من خلال حديث رئيس الوزراء رئيس الإيراني
الحالي مسعود دزشكيان، ومن خلال حديثه في نيويورك حيث أشار بشكل مباشر بأنه لا يوجد هنالك عداء بين الشعب الإيراني، وهنا أتحدث عن النظام طبعا، أن النظام الإيراني وكذلك أيضا الشعب الأمريكي، وفي دلالة واضحة لأنه يريد استرضاء أمريكا في هذه المرحلة الحساسة وبشكل كبير، وأيضا تنصل من جهود هذه الميليشيات. فبالتالي هنالك حقيقة تخلي واضح، هنا أتحدث عن البعد الاستراتيجي، لكن نفس التخلي لا يمكن أن يتخلى حول موضوع دعم الميليشيات وليس الحرب المباشرة والدفاع عنهم. طيب. كما كان يجري في السابق من خلال مقتل خبراء الحرس الثوري الإيراني. أعتقد بأننا ربما قد نشهد في الآونة القريبة العاجلة انخفاض لأعداد القتلى من الحرس الثوري الإيراني العاملون في منطقة الشرق الأوسط عموما، وليس فقط في جنوب لبنان، وربما قد تنتقل الحرب تدريجيا باتجاه الجنوب السوري. هنالك الكثير من المؤشرات حول ذلك، هنالك يعني ولوج داخل الأراضي السورية ربما في بعض الأحيان يزيد عن نصف كيلومتر، وهنالك أيضا غارات مستمرة، وهنالك محاكاة لحرب جديدة أيضا تنطلق من الجبهة الجنوبية من سوريا. طيب أستاذ منذر، بدقيقتين لو تفضلتم في ذلك، بعد كل الذي تحدثنا عنه، تعتقد أن مفهوم التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة قد أفرغ من محتواه بعد الهجوم الإيراني والهجوم، لا نقول الرد لأنه هناك من ينتقد، يقولون أنت تقول هجوم وأنت تقول رد، بمعنى أنكم مع الرد الإسرائيلي، فأنا أقول بعد الهجوم الإيراني والهجوم الإسرائيلي من كلا الطرفين، هل مفهوم التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة قد أفرغ من محتواه؟ بدقيقتين لو تفضلتم. هذا أظن أنه يعني آنيا صحيح إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، والانتخابات الأمريكية بعد أيام، عندما يدوب الثلج ويبين المرج كما يقال في الأمثال الشعبية. نعم. تختلف الأمور بالتأكيد. أنا طبعا مع احترامي لأخي الأستاذ مصطفى، لكني أخالف الرأي. نعم. أنا أعلم أن الدولة العميقة في أمريكا هي التي تصنع الاستراتيجية، وأن أمريكا بلد مؤسسات، لكن الرئيس لديه صلاحية بحكم النظام الرئاسي، بدليل أن أمريكا أبرمت اتفاقا نوويا مع خمس دول أخرى. نعم. بالتنسيق مع خمس دول مهمة في العالم، مع إيران في زمن أوباما، وجاء ترامب وألغاه. يعني هناك يعني في سقف لموضوع القيود على الرئيس. الرئيس يستطيع أن يتحرك في هامش جيد، لكن مثلا ترامب في خطوة أصغر من هذه، عندما حاول سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، منعته الدولة العميقة بالإقناع طبعا وبالضغط، أنه هذا أمن قومي أمريكي. فالخيط يعني ليس كالخيط الأبيض من الأسود. نعم. إنما هو يعني بين. أستاذ حسن، بدقيقتين، دور إيران في المرحلة القادمة فيما يتعلق بغزة ولبنان، هل أن إيران سحبت يدها من هاتين القضيتين مقابل أن يبقى المرشد الإيراني علي خامنئي ويبقى الوجود السياسي الحالي في إيران؟ بدقيقتين لو تفضلتم. أعتقد طبعا هناك جدل في هذا الأمر حتى داخل أروقة السياسية الإيرانية. هناك من يريد التخلي عن الميليشيات وعن دعم غزة حفاظا على النظام، لأنه البعض أو الجميع يتفق في داخل النظام الإيراني أنه حفظ النظام هو أو أوجب الواجبات، حتى أوجب من غزة وأوجب من لبنان وأوجب من كل الميليشيات. ومن هذا المنطلق وتحت الضغوط الحقيقية والمخاطر الجمة التي توجه للنظام، بعض عاد التفكير وأيضا يطرح نظرية لابد من التخلي عن كل ما يجري في المنطقة، وأيضا التوجه نحو الداخل. لكن البعض الآخر أنه لا، يرى أنه لا بد لإيران أن تستمر في هذا النهج، وأنه لا بد أن توسع من إمبراطوريتها ونفوذها وما شابه ذلك، وتواجه إسرائيل. وأيضا يعني نرى أنه هذه كل الضربات التي توجه لقيادة الميليشيات وإلى حتى إسماعيل هنية في طهران، ويتبنى ذلك التيار الذي يريد التخلي وأيضا العبور من هذه المرحلة. نعم، لكن أنا بالتأكيد لا أرى أنه الآن في اتفاق داخل إيران بأنه تخلت أو لا تتخلى، لكن هناك صراع موجود، وهذا يترتب على المراحل القادمة كيف تتطور الأحداث وأيضا الصراع في المنطقة. طيب أستاذ مصطفى، أعود إليك، هل يعني ربما
يتجه حجم المواجهة بين إيران وإسرائيل، هناك من يستبعد أن تقوم هناك حرب بمفهومها العسكري التقليدي، وهناك من يعتقد بأن إيران ستكتفي بتوجيه ضربات عبر أذرعها في المنطقة، وذلك دون الدخول بحرب مباشرة مع إسرائيل. أي الرأيين تميل حضرتك؟ أعتقد الحروب الحالية بشكل عام هي حروب هجينة ما بين التكنولوجيا، وأنا أتحدث عن المسيرات والحرب السبرانية وصولا إلى الضربات الكلاسيكية. نعم. فبالتالي أمام هذا المناخ الدولي المتغير بخصوص الحروب، فلم تعد هنالك حروب مفتوحة كما كان يجري في السابق، وإنما هنالك جهود جوية وجهود استخبارية يقوم من خلالها إسقاط أنظمة، وتم ذلك في الكثير من الدول العربية، نلاحظ ذلك في اليمن في وكذلك أيضا في ليبيا، كان الأمر واضحا في عملية إسقاط الأنظمة السابقة. لكن بخصوص الملف الإيراني ودعم الميليشيات، أنا أعتقد بأن هنالك يعني مشروعا، وكما تحدثت قبل قليل بأنه ستتخلى عن العمل المباشر، وإنما سيبقى هنالك خيط للتعامل أو لإيصال تلك الأسلحة. وبناء عليه أنا أعطيك بعض الحقائق الميدانية على أن أستاذ مصطفى بدقيقة لو تفضلت. نعم. إيران لن تتخلى عن تلك الأذرع، لكن ستبقي خيط للتواصل من خلاله، وتقوم بالضغط عليها من خلال التلويح بالقوة بأنها ربما قد تتخلى عنهم، فبالتالي هم مضطرون للتعامل مع تلك التهديدات بجدية، وبقاء استجداء الدعم من قبل إيران. هنالك الكثير من الطرق الدولية التي تم استهدافها عبر أسراب المسيرات، وخاصة نتحدث عن الطرق الدولية الرابطة ما بين كل من سوريا ولبنان، هنالك ما بين القصير والقلمون، الكثير من المعابر الحدودية قد تم تحييدها بشكل كامل، وحتى هنالك ضربات لأهداف ثابتة ومتحركة في آن معا داخل الأراضي السورية واللبنانية. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، ناقشنا مع ضيوفنا الكرام في برنامج حديث العرب إيران بعد الرد الإسرائيلي المهندس أمريكي. نتقدم بالشكر الجزيل إلى الصحفي المتخصص بشأن الإيراني الأستاذ مصطفى النعيم. أستاذ مصطفى شكرا جزيلا لكم، وأشكر الباحث والإعلامي السوري الأستاذ منذر الأسعد. أستاذ منذر شكرا جزيلا لكم، وكان معنا أيضا الباحث والسياسي الأحوازي المتخصص بشأن الإيراني الأستاذ حسن راضي. شكرا جزيلا لكم أستاذ حسن، الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.